انا عامله كيلو عدس، عامله حله كبيره ما شاء الله، بصلتين ارباع مع الكيلو العدس وطماطمتين ارباع وجزرتين شرايح واربع عواد كرفس فرنساوي متقطع و2 لتر مرقه وميه سخنه ومعلقه صغيره جنزبيل باودر، معلقه صغيره قرفه باودر، معلقه صغيره ثوم باودر، 2 معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كركم، معلقه كبيره كمون ورشه من جوز الطيب وملح وفلفل اسود. وانا بحب جدا اعمل تقليه لشوربه العدس وده اختياري تماما، اللي مش عايزها مش هيعملها. 8 فصوص من الثوم المفروم وسمنه ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، بتخليها حرشه كده ولذيذه. وطبعا زي ما قلت اللي مش عايز التقليه وعايزها شوربه كده خفيفه خلاص يتجنب تماما التقليه. يلا بينا، حل على النار خيارين، يا تشوحوا الخضار يا تشتغلوا ني في ني، وانا بصراحه لشوربه العدس بحب الني في ني ما دام كمان في تقليه. هحط العدس، انا حطيت العدس والطماطم، هحط البصل، هحط الجزر. على فكره تقدروا تحطوا حرفيا اي خضار، ينفع تحطوا بطاطا، ينفع تحطوا كوسه، ينفع تحطوا اي حاجه انتوا عايزينها. شويه كرفس كده فرنساوي، وهنغرق الكلام ده بالمرقه. حطيت كل حاجه، هحط التوابل، الثوم الباودر، البصل الباودر، البابريكا، ده ايه، رشه صغيره خالص جنزبيل بيدفي، كل دي توابل بتدفي خدوا بالكم مدروسه، وشويه حبهان، شويه كركم، والكمون اساسي في شوربه العدس. هحط كمان رشه من جوزة الطيب، رشه من الفلفل الاسود، ملح، وهكمل بقى ميه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي كده، نقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه ونسيب الشوربه بقى ايه تتروق. الله، ممكن على فكره نستعوض بالتوابل عن ان احنا نحط لها شويه كاري. في ناس بتحب شوربه العدس يكون فيها كاري، وهو حقيقي بيبقى حلو فيها. انا عشان انجز في الوقت، هو فين عشان انجز في الوقت هغطي عليها وكده. شوربه العدس على النار. شوربه العدس على النار غليت، وطبعا الخضار بيطلع شويه ريم، ما يجراش اي حاجه، ما فيهوش اي مشكله. نيجي بس كده ندي تقليبه الروايح، ظهر ريحه الشتاء. انا بعتبر ريحه شوربه العدس دي هي ريحه الشتاء. وبسيبكم بقى من الاجواء الرومانسيه بتاعت ريحه البطر وريحه القهوه ما اعرفش فين والكلام اللي ما بياكلش عيش ده، هي ريحه العدس يا جماعه، ريحه العدس كده والتقليه نازله فيه، هي دي ريحه الشتاء. انا طبعا هسيبها على النار تستوي براحتها، شوربه العدس ما بتاخدش وقت خالص، وانا مش من انصار ان احنا نسيبها كتير على النار عشان الخضار يفضل بطعمه الطازه يبقى حلو كده وجميل ولذيذ. فهنسيبها شويه بس يا دوب العدس يستوي والخضار هيكون داب، قاعده تغلي واخر حلاوه واخر لذاذه. طبعا سمك شوربه العدس ده اختيارات، في ناس بتحبها خفيفه جدا، في ناس بتحبها سميكه جدا، براحتكم. هي الفكره في السائل، كل ما هنزود سوائل كل ما هتكون خفيفة، كل ما هننقص سوائل كل ما هتكون تقيلة، فاللي انتوا عايزينه ويرجع لذوقكم الشخصي تماما. سوري ايديا خذلتني، ناخد معلقة كده نشوف العدس اخباره ايه. حلاوة الحلاوة تحفة، يجنن. سيبوا يغلي غلوة واحدة كمان. عايزة اقول لكم ان انا بحب قوي اشرب شوربة العدس كده، تعرفوا، من غير ما اطحنها، بحبها جدا كده وبتبقى جميلة قوي.
شوربه العدس هنا بنضربها بالهاند بلندر، تقدروا تضربوها في الكبه، تقدروا تضربوها في الخلاط، كلهم ينفعوا، هيدوكوا نتيجه ممتازه. ندي كده تقليبه، الله 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 على الريحه والشكل واللون، كل حاجه تمام جدا الحمد لله زي ما احنا عايزين. نجيب الهاند بلندر وزي ما قلت لكم ينفع خلاط وينفع كب، كله شغال، وهنبدا نضرب. يا سيدي يا سيدي، عايزه اجيب معلقه اشوف كده اخبارنا ايه. الله، انا بحب بقى السوم كده قوي، ما بحبهاش اتقل من كده، بس عايزه ادوق الملح. الحقيقه هي مش محتاجه اي حاجه، مثاليه زي ما هي كده وزي الفل، جهزت معانا. انا هسيبها على النار حته العدس بالعيش، واكله جميله جدا، عدس محمر، عيش محمر وعدس وشوربه عدس. هحط معلقه من السمنه، الشوربه نفسها يا جماعه على فكره ما فيهاش اي دهون، انا مش حاطه لها اي حاجه، والثوم والكزبره، وهحطهم على النار مع بعض، وهنجهز طبق ليهم، طبق طبق طبق. انتوا ليه مسوحيني كده؟ كل الطبق محطوطه في اصعب اماكن في الدنيا. يلا بينا ناخد ده ولا ده؟ لا خلونا ده علشان دي شوربه فممكن تدلدق، فخلينا في العالي شويه. هنحط العيش هنا، وهنستنى التقليه كده. الحاجات دي مش عايزينها. بفكركم تاني، شوربة العدس يا جماعة أنا مش هحطلها أي مواد دهنية، لو حد حابب ممكن يحطلها حتة سمنة أو مكعب من الزبدة، مفيش مشكلة، هتكون جميلة، ولكن إحنا مش عاملين كده. بتتحمر، أنا هسيبها وهاخد الشوربة وهاجي هنا كده واسقي العيش المحمر بشوربة العدس عشان يتحول لفتة عدس. بس ايه كويس جدا. احط الطشة ونطلع الفاصل لانها مش هتستنانا. طشة ما تستناش حد يا أستاذ مصطفى، علينا للطشة بالظبط، احنا خدامين وجع القلب. يلا بينا. بصوا الطشة بقت لونها ذهبي وحاجة عظمة كده، اصبر بقى يا عم، انت بصلتك محروقة دايما كده، كلها اللي هقوله لها ما ينفعش تقل. مش
يلا بينا نيجي بقى بالطشة دي وعلى الوش. الله 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 الله، ايه الحلاوة دي؟ مفيش زي حلاوة اكلنا يا جماعة البلدي، ده هو اللي فيه البركة. ادي الشوربة